les jeunes. En tant que citoyen engagé à partir, أنا فخورين جدا كمواطنين وكفاعلين اجتماعيين بزيارة سيادة الولي، لأن فعلا هذا اليوم عيد المرأة، ولكن عيد حقوق المرأة والحق المرأة في الاقتصاد المغربي. وحنا فخورين بتنشيط ديال 1200 متر كاري في المدينة القديمة في إطار الصناعة التقليدية، وباش نخلقوا فرص الشغل للساكنة والحريفية بصفة عامة المدينة القديمة في إطار التراث المادي ولا مادي. الحمد لله هذا البروجي جينوس مدينة غادي يخلق 350 فرص شغل في المدينة القديمة بالتكنولوجيا وبالابتكار الاجتماعي والتقني، باش نخلقوا فرص للشباب المغربي ونعاودوا نخلقوا فيهم داك حب الوطن وحب الحرف، لأن الحرف تيضيعوا، والدور ديالنا كفاعلين اجتماعيين نعاودوا نعطيو واحد القيمه واحد الجديه في الحرف المغربيه بصفه عامه. هذا المشروع جينوس مدينة اللي دشن هذه عام اعطى نتائج كبيره، عندنا فوق من 100 امراه مستفيده اللي كانوا في واحد الهشاشه اقتصاديه، وهذا بالنسبه لنا في الاطار ديال الاقتصاد المغربي اللي هو حنا عارفينه الوقت صعيب، من الحمد لله حنا اعطينا نتائج على طريق المشروع ديالنا. حنا كندعموا فوق من 10 ديال لي فيليير ديال الصناعه التقليديه، منها الجلد، الخياطه، الخشب، لي برودوي دو تيروار، ولكن من فوق هادشي خلقنا فرص اقتصادية أخرى اللي عندهم أهمية لهاد الصانعين. تعاونيات ديال ديجيتال، ديال لابرودكسيون فيديو، الموسيقى، لأن من غير الحرف كاين الحرف لا ماديين اللي خصهم يكونوا متضامنين مع الحرف اليد. حنايا هنا كنديروا الحلوى البلدية، وكنعلموا الوليدات اللي كي عندهم زعما هاد الحرفة عزيزة عليهم وهذا، وحنا كان عندنا منها واحد المدخول، وكنتمنى ان شاء الله يتطور هاد المدخول اكثر واكثر، وتا هاد الوليدات اللي عندهم هاد زعما هاد الشيء البلدي وهذا الهواية هذا يعتمدوا حتى هو كمدخول ليهم ويتطوروا حتى هما، ماشي زعما حيت لا ما قراوش وهذا انهم غادي يبركوا في الدار، يعني تياخذوا حتى الهواية ديال والدينا، حيت هاد الحلوى البلديين وهادو كانوا ديال الناس زمان. المرأة المغربية كانت معروفة بهذا الشيء، الحلويات البلديين والأكلات البلديين، وما كان هكا ما غاديش نخليهم ينضاطروا وغادي يبقاو زعما من هنا لقدام، ما غاديش يموتوا، ما يقدروش عليهم هذا الشيء دابا اللي ولا بريستيج. يعني الحلويات زمان راه عندهم واحد القيمة وعندهم، إن شاء الله حنا غادي نحيوها، وكنتمنى إن شاء الله نطوروا من هنا لقدام ونزيدوا عاوتاني في ليفيكتيف ديالنا ونطوروا الوليدات ويديروا زعما حتى هما يحبوا هذا الشيء كيفما حنا حبيناه من والدينا. وتحيه للمراه المغربيه وهي راه كل شيء. بالنسبه لليوم العالمي للمراه المغربيه فانا كنحييها وبهذا اليوم، وكنقول لها ماشي غير اليوم هو اليوم العالمي ديالك، فهي الايام كلها ليك، ولا ما كانتش المراه المغربيه راه ما كاين والو. يعني راه بالنسبه في البيوت راه ما كانتش المراه المغربيه راه ما كاين لا ماكله لا والو، يعني ما يمكنش غادي تعيشوا في شي دار بلا مراه مغربيه، ضروري تكون هي اللي مكلفه بالطبخ وبتنظيم البيت وهذا ومن تربيه الاولاد وهذا. يعني كنحييها من هذا المنبر وكنقول لها عيد مبارك سعيد. تعرفنا على السونتر كنا غادي يزين من هنا، تعرفنا عليه مشينا للمهو ودوزنا فورماسيون ديال 6 شهور، قرينا فيها بزاف د الحوايج بحال الفلسفه، سبور، بزاف ديال الموسيقى، بزاف ديال الحوايج، حتى عرفنا الميول ديالنا، درنا كوبيراتيف ديالنا ديال الطبخ، كملنا مع الطباخات اللي علمونا وفورماونا، من بعد انتقلنا لهنايا كاننا غادي نخدموا وولينا من المستفيدين حنايا ديال البروجي. الكونسيبت ديال الكوبيراتيف ديالنا اصلا ديال الطبخ المغربي الاصيل، يعني التقليدي، يعني ضروري غيعلمونا بحال والدينا، بحال يعني ضروري خاصنا عيالات، والعيالات تبارك الله دابا راه تبارك الله راه اي مجال غتلقى فيه العيالات، وبالنسبه لنا حنايا الطبخ المغربي الاصيل راه يعطيونا غير العيالات. C'est pas ici.